قام سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وسعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا نائب رئيس لجنة تقييم مركز الخدمة الحكومية بزيارة بريد البحرين في مجمع البحرين التجاري، وذلك تكريما لفريق العمل الذي ساهم في حصول البريد على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم 3. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن حصول بريد البحرين على تصنيف الفئة الذهبية من بين مراكز الخدمة الحكومية يأتي نتيجة للجهود المتميزة التي يبذلها القائمون على الفروع البريدية التزاما بملاحظات ومعايير لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، والذي انعكس إيجابا على التميز في تقديم الخدمة لجميع المواطنين والمقيمين بكل فاعلية، مثمنا الدعم اللامحدود الذي يحظى به البرنامج من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي أسهم في تطور أداء بريد البحرين وخدماته. من جانبه أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، أكد أن رؤية تنافسية استشرافية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسمت نهجا استراتيجيا واضحا لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين عبر رفع سرعتها وجودتها وكفاءتها. كل العمل اللي قاعد يصير يصب كله في خدمة المواطن، وهذه هو التحدي والجميل اللي شفته في هذا المركز، شغفهم لتوفير الخدمات بشكل أفضل لخدمة المواطن. فبكل معنى الكلمة مبروك، ربي يعينهم إن شاء الله، وإن شاء الله منها الأعلى للمراكز إن شاء الله للسنوات القادمة، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الحقيقة شاركنا في جائزة المراكز الحكومية تقييم 3. الحمد لله حصلنا على 5 جوائز لخمسة مراكز حكومية. طبعا الهدف من هذه الجائزة هو رفع كفاءة العمل لتقديم الخدمات المختلفة اللي يقدمها بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات للجمهور من مواطنين ومقيمين.